ناحية الضرائب راك ترفع في الأجور، بعض الأجور نات رفعنا بنسبة 25% تقريبا، رفعنا الحد الأدنى للأجور. ما كفاش لأن فيه ارتفاع حقيقة على المستوى الدولي، ولكن فيه مضاربة محلية، والعدو اللدود نتاع أي اقتصاد وأي مواطن هو المضارب والمضاربة. هذا هي الالكشن. أنا نشوف مثلا بالنسبة للعجائن بصفة عامة، سباغيتي، مقارون، الأمور هذه علاش ترفع؟ ما زدناش في الأسعار تاع السميد باقي مدعم من طرف الدولة، الماء باقي مدعم، الكهرباء باقي علاش ارتفاع الأسعار؟ علاه؟ وراها خلفيات ورانا معاها. هنا أنا لما السعر نتاع العدس ولا الحمص ولا اللوبيا ولا أسعار ترتفع على مستوى الدولي، نحاول مع الوايسي باش ما نباري بيركوتي هاد لي بري على المواطن. بصح لما الأسعار ترفع في منتوج وطني، مثل ما ترفعت في بعض الخضر والفواكه اللي كانت يعني فيها فايض، يعني فيه طفيليين مستعملين في عندهم فايدة خاصة لهم، ومستعملينهم جماعة نتاع العصابات باش يخلق بالبلاء، باش يخلق يخلي المواطن يتقلق، يخلي كذا. يعني هناك خلفية سياسية في خلفية سياسية. ولهذا علاش قررت وقلت هذا السيد وزير العدل خاتم لحافظ الأختام من الاجتماع الجاي نتاع المجلس الوزراء، يعني مش هذا الأحد الجاي يكون عندنا القانون اللي يجرم بثلاثين سنة، أقل أدنى عقوبة هي 30 سنة سجن، ممكن تمشي للمؤبد، لكن مس في أمور وخليه.